والمحطة الأولى زينب هي المحطة الطبية اللي رح نحكي فيها عن مشكلة يمكن كثير من الأشخاص وقعوا فيها، وكان إلى طبعا كثير من الأساليب أو كان إلى كثير من الأخطاء يلي مع مرور الوقت تراكمت هاي الأخطاء وكبرت بشكل أكبر. اليوم تحنيط الأسنان يلي هو طبعا حشو عصب السن والخضع لهي التقنية مثل ما قلنا بيوقع بمشاكل وأضرار كثير كبيرة، ورح نحكي أكثر عن هذا الموضوع مع الدكتور إبراهيم الأكرم أخصائي بأمراض الأسنان وجراحتها. صباح الخير دكتور. صباح الخير، أهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك دكتور. صباح يعني خير. عم نحكي عن موضوع حكينا بالحلقات الماضية عن الخراجات، اليوم بدنا نكمله عن تحنيط الاسنان، لكن خلينا نبدا بالبدايه بما انه هلا الكل عم يستسهل مواضيع الاسنان وخاصه انه في عنا ظرف استثنائي، بياخذ مسكن بس يجعوا سنه، اول شيء شو ضرر المسكن على وجع الاسنان؟ هلا بس تصليح الاسم ابراهيم الاكزم. اهلا وسهلا. هلا المسكنات هي عباره عن دواء معالج لفتره زمنيه معينه، يعني مثلا واحد بيجعوا راسه بياخذ حبه مسكن، بيوقع بيفكش اجره بياخذ حبه مسكن، بس بالنهايه بدنا نعالج السبب نحن. الالم هو نتيجه، المسكن بيقدر يشغلنا لفتره زمنيه قصيره لبين ما نقدر نروح عند الطبيب نحن، لانه كثره المسكنات مع فتره زمنيه طويله بيخلي التهاب العصب بيتحول لخراج، يعني بتموت العصب بيتعفن وبيعمل افات مثل ما حكينا بحلقات قديمه عن الخراجات وخطورتها. نعم. طيب دكتور نحكي بالتفصيل عن شو هو تحنيط الاسنان، وانت بيلجا الدكتور لهي التقنيه ان كان من قبل، وشو التقنيات البديله؟ تمام. هلا تحنيط الاسنان هي اليه لقتل العصب قديمه يستخدم فيها عده مواد كيميائيه، واغلب المواد هلا هي ممنوعه من استخدام البشري مثل الفورمالديهيد، التري اوكسيميتيلين، الفورموكريزول والكورتيزون. هلا في كثير اطباء بيروح المريض بيقول لك انا كنت موجوع كثير والدكتور خدرني وشل لي العصب وحط لي ماده وحشالي واموري تمام ممتازه. العصب تبع السن بيسكن بالتاج بنسميه عصب الحجره وبتفرع باتجاه الجذور، بس الدكتور يتداخل على الاقنيه على سحب العصب بتقنيه التحنيط، هو بس عم بيشيل العصب الموجود بتاج السن ويتركه بالجذور، هو قدر يحنطه يخفف الألم، بس المستقبل بيكون عندنا ردتين فعل، إما تكلس بالأقنية اللي هي عبارة عن تكلس بالعصب وهي نسبتها جدا قليلة، أو عبارة عن تموت بالعصب. هلا كتحنيط للعصب الموجود بحجرة السن هي مستطبة عند الأطفال، أنه السن هذا بدنا نحن بنسميه البتر أو بتر اللب، منشيل العصب الموجود بالتاج ومتركه بالجذور، لأنه هذا السن حيتبدل بعد سنتين أو ثلاثة، بس بالحالات اللي عند السن الدائم مو المؤقتة هي حالة ما لها مستطبة أبدا. والمشكلة أنه اللي عم نوقع فيها أنه 70-80% من الأطباء الموجودين عنا عم بيستخدموا هي التقنية، هي تقنية ما قدرنا نحن نتداخل على الأقنية تبع جذور السن، لهيك صار عنا يعني فينا نحكي تطور كبير أو قفزة نوعية بمعالجة عصب السن. هذا كلياتنا بنسمع أنه في دكتور مختص بمعالجة الأقنية الجذرية، هذا الدكتور هو اللي بيقدر يفوت على الأقنية، يقدر يحدد الطول النظامي للجذر، ينظفه، يعطيني حشوة ثلاثية الأبعاد. طب خلينا نحكي عن بعض الأخطاء الشائعة حتى أنه اللي بيقوم فيها الأطباء، حتى لأنه بتعرف أحيانا بيكون عليهم ضغط بالعيادة، فممكن يسحبوا العصب ويتركوه بعد فترة لا يعطوه موعد، قد ايه بيتراكم جراثيم، قد ايه بتتأزم الحالة، وقد ايه ضرر هذا الشيء؟ هلا السؤال كثير حلو. نحن بحالة تخفيف الألم، أنا معجوع، جاني مريض موجوع، أنا فيني بسحب له العصب بحط له ضماد، الضماد هذا بيقدر يشغله لفترة معينة، بس هون في مسؤولية كبيرة عن المريض، أغلب المرضى بيروح وجعه بيقول لك يلا خلص أنا معدو عند الدكتور، وبمر شهر وشهرين وثلاثة، هون السن بيتحول للتعفن، بصير في عندي خراج. فينا نحكي نحن عن دراسة علمية صارت اسمها الأنبوب المفرغ. جذر السن بيشبه الأنبوب المفرغ، أنا جبت أنبوب مفرغ من إزاز مثلا معقم وزرعته تحت الجلد، هذا معقم يفترض ما في جراثيم أو بكتيريا، هو حيسحب كل شيء جراثيم بالجسم لتجي لعند هالأنبوب هذا، بصير عندي خراجات، بصير عندي تليفات بالنسيج اللي محيط فيه. نفس المبدأ هو جذر السن، نفس المبدأ جذر السن، لازم نتداخل على الأقنية ولازم تكون شغل دكتور أخصائي عصب، يعني الطبيب اللي ماله قادر يعطي حشوة عصب ثلاثية أبعاد، أقنية نظيفة معقمة واصل لنهاية الجذر، يترك الشغل لغيره، يعني بيقدر يحول مريضه لعن طبيب أخصائي بمعالجة الأقنية
ويرجع هالمريض من عند الطبيب للطبيب الاول بيكفي له العلاج. تمام دكتور، خلينا نحكي بالتفصيل. اليوم ما عاد في تحنيط اسنان، بدنا نبعد عنا قدر الامكان. امتى الشخص لازم يلجا للدكتور؟ يعني بمجرد ما بنقول يحس باعراض الخطوره لحتى ما يتفاقم هذا الموضوع، وشو هي الوسائل البديله عن تحنيط الاسنان؟ هلا الالم هو الاساسي اللي حيخلي المريض يراجع طبيبه. نحن حكينا كمان بحلقه قديمه عن الزيارات الدوريه لطبيب الاسنان، يعني انا مثلا ما بنعمل، في كثير اشخاص نادرين لحتى يعملوا الزيارات الدوريه. هلا الفكره مثل ما حكيت انه في عندنا وضع صحي معين هلا اللي هي جائحه الكورونا. تمام. الشغله الثانيه هو الوضع المادي اللي صعب شوي على العالم، يعني صحيح. هلا العالم عم تاكل هم مثلا بده يروح على دكتور اسنان، صار بده مثلا راتب 3 4 شهور ليقدر يشتغل اسنانه. بس بكل الاحوال نحن تطور اذا سميناه الافه او النخر، انا ما رح نام فيه لاقي سني ملتهب عصبي. أكيد. يعني بالنهايه هي عباره عن تراكمات، هالتراكمات قد تكون شهرين قد تكون سنه. نحن نبدا بنخر صغير، النخر بيكبر، هون بيكون عندي انا الم، هذا الالم بيكون مع وجود محرض. مثلا دكتور انا عم بلمعه اسناني على الحلو او عم بلمعه على البارد، اوكي انا هون لساتني بالسيف سايد، انا اساني هون بالجانب الامن، فيني احفر السن نظفه حط طبقه عزل واحشيه. بس انا لما يجيني الم يفيقني الليل هون ما حنام حفيق ثاني نهار، نفس ما حكينا عندي فتره زمنيه طويله حتى كبر هالنخر وقدر يقوى على العصب. بالنهايه مناعه جسمنا كثير قويه، يعني العصب مو دغري حيلتهب، حيقاوم حيشكل تكلسات يرجع لورا، بس نحن الاهمال هو اللي بيخلي الواحد يطول، وكل ما طولنا نحن بتكلفنا اكثر والمعالجه بتكون اصعب. تماما كل ما بكرنا كل ما كان احسن. طب خلينا دكتور نحكي عن المشاكل اللي انت عم تشوفها عند المرضى، هذا الاهمال وهذا التراكم، يعني لو في نصائح من خبرتك بالتعامل مع المرضى انه لو بيعملوها ما كانوا وصلوا لهي الحالات، وخاصه بالطب البديل اللي عم يقروا عنه على مواقع التواصل، صار وصفات لحالهم غير وصفات الطبيب، هي صارت شائعه خاصه وصفات تبييض الاسنان. تمام. هي الفكره انه الترويج مثل ما حكينا الاعلامي، يعني هلا مثلا صارت التكنولوجيا بايد يلي عمره 2 والعمره 90 سنة، مو كل شيء بنقراه بدنا نصدقه، مو كل شيء بنقراه. يعني نحن هاي الحرب علمتنا انه اغلب الاخبار اللي عم نقراها هي اخبار مغلوطة، نفس الشيء طبيا، نفس الشيء تجميل. هلا مثلا بيقولوا لك جيبي حبة فريز طحنية حطيها مع ليمون حطي لها بيكنج بودر، هذا اكبر ضرر، هذا قضاء على ميناء الاسنان. يعني قضاء. نحكي شوي نحن منرد من عيد الزيارة الدورية، يعني زيارة دورية كل قد ايه لازم تكون تقريبيا؟ هلا هي كل 6 شهور. كل 6 شهور. يعني هون انا بحط واجب شوي على الطبيب، يعني انا مثلا مرقت لعندي زينب، انا بعد 6 شهور لازم سكرتيرتي لحالها تتصل بزينب تقول لها انه صار وقتك. هون عبارة عن برنامج صغير على الكمبيوتر ما بكلف شيء، وبقدر انا اذكر مريضي، يعني كلياتنا مشاغل الحياة، عم نفيق الصبح نرجع المساء ما بنحس بنهار غير مرق. حتى يتذكر الواحد دكتور سنان بيضل انه حتى لفته حلوه من الطبيب، مثلا ابعت رساله لمريضي انه صار وقت الزياره الدوريه او اتصل فيه تليفون او شيء. تمام دكتور، حكينا مثل ما قلنا بحلقات سابقه انه الخراجات لما بتتطور ممكن تسبب سرطان، هذا الشيء كان الاشخاص اللي ما كثير بيعرفوا. بالنسبه لحشو العصب ان كان بطريقه خاطئه وان كان بمواد قديمه ممنوع استخدامها اليوم كمان، شو بيؤدي لنتائج سلبيه؟ هلا هون الفكرة بس تعليق صغير انه الخراج ما حيوصلني لدرجة السرطان، بس هون في تخوف كبير من العالم. الخراج مثل ما حكينا بحلقات قديمة هو عبارة عن قنبلة موقوتة، يعني عبارة عن تجمع بؤرية جرثومية كبيرة، إذا كان قريب على الجيب الفكي بيهرب على الجيوب، قريب على العين بيروح على الثقبة تحت الحجاج، بالفك السفلي في احتمال ينتقل بالدم، يعمل لي تجرثوم بشغاف القلب، يعمل لي التهاب بالسحايا، يعمل لي التهاب بالدماغ، يعني هي شغلة كبيرة، وعطينا وقت نحن لهي القصة. الفكرة ما فيها، لازم اللي بيتداخل على الأقنية الجذرية يكون طبيب محترف. يكون طبيب محترف، يعني انا مثلا عندي سن لازم حدد طوله، ما في انسان سنه نفس طول السن الثاني، بدي نظف مثلا باخذ طول السن مثلا 20 ملي، بدي نظف على 20 ملي، عقم على 20 ملي وحشي على 20 ملي. حتى طرق الحشي كمان اتطورت، صار عندي هلا الحشي الحراري باجهزه السيستم بي والالترافيل، اذا عندي اقنيه جانبيه انا بقدر سكرها، بقدر اعمل حشوه ثلاثيه الابعاد تقدر تسكر هالانبوب المفرغ اللي حكينا عنه قبل.
طب دكتور شو الفرق بين سحب العصب وحشو العصب؟ امتى بيلجأوا لسحب العصب؟ هلا سحب العصب هو الاجراء الاولي اللي بيقوم فيه الطبيب لما يجي المريض لعنده موجوع وبتستدعي الحاله، نعمل شيء اسمه سحب عصب. حشو العصب هي اخر مرحله من مراحل معالجه الاقنيه الجذريه. يعني انا ببدا بسحب العصب، باخذ تحديد الطول، تعقيم وتنظيف الاقنيه، واخر مرحله فيها هي حشو العصب. كله مهم، بس ما بيصير يكون في فرق بينه يعني مدة زمنية بعيدة بيناتهم. هلا كمدة زمنية تعتبر يعني اغلب، هلا يعني اغلب التطورات العلمية سمحت لي انا اقدر اعمل شيء اسمه الون فيزيت روت كانال تريتمنت، اللي هي عبارة عن معالجة القناة الجذرية بجلسة واحدة. يعني نادرا جدا حتى نأجل المريض، يعني بيجي المريض من خدره، نعمل الاربع مراحل اللي حكينا فيها وبنحشي القناة وبنحط حشوة دائمة بنفس الجلسة. بس هي شغلة كثير حلوة، بس إلا سلبية واحدة، بتعمل وجع على الإطباق، يعني بتعمل وجع على المضغ، على العض، على الإطباق، بيستمر من 3 أيام لأسبوع. هو ألم جدا طبيعي، ألم جدا طبيعي ناتج يعني عن استئصال العصب وحشوه بنفس الجلسة، وخاصة إذا كنت عم بشتغل بطريقة الحشي الحراري. طبعا. يعني أنا رفعت درجة حرارة الحشوة لل 200 درجة مئوية لقدرت أنا سكرت الأقنية كلياتها. يعني دكتور بنشوف مثل ما قلنا أغلب الأشخاص لما بيتجهوا للدكتور بيكون عندهم بهي المشكلة بالعصب، مثل ما قلنا بيكون عندهم إهمال لفترة طويلة، عالجوا هي المشكلة مرحلة بمرحلة، بتشوف إنه هذا ممكن يكون حل نهائي لهي المشكلة أو لازم نحن نرجع كل فترة نشيك على هذا العصب ونشيك على السنة اللي نحن اشتغلنا فيه؟ هلا عنا شيء اسمه المراقبة الدورية، خاصة بالحالات اللي فيها خراجات. أنا شلت السبب اللي هي القناة المتعفنة، لازم تروح النتيجة اللي هو الخراج. ليقدر يتشكل نسيج عظمي جديد محل الخراج القديم أنا بدي 6 شهور. يعني يفضل المريض يرجع كل 6 شهور يعمل صورة، حتى لو ما حس بألم، حتى لو ما حس نعتبرها صورة مراقبة أو صورة تشخيصية بعد فترة. طبعا كل مريض له فولدر، لازم الطبيب يحتفظ بكل الصور حماية له ولمريضه يعني بالنهاية. وأنا بقدر بشرح لمريضي، بعمل له مقارنة أنه شوف كيف كان الخراج مثلا قطره 6 ميلي هلأ صار 2 ميلي. لحتى يتشكل حجب عظمية جديدة محل الخراج بدي أنا تقريبا من 6 شهور ل9 شهور. نعم، يعني كثير مهم المعلومات اللي اعطيتنا اياها، واهم شيء دائما النصيحه اللي دائما بتوجهها انه زياره طبيب المختص الدوريه، وحتى اذا صار الم فورا طبيب مختص، ما حدا يجتهد من عنده لانه الاجتهاد عم يقلب غلط. شكرا لوجودك دكتور ولكل المعلومات اللي اعطيتنا اياها دكتور ابراهيم الاقزم. شكرا لك. ميرسي. ميرسي لك. شكرا دكتور مره ثانيه.